يطلعوا عليك بدهم اللي بديك خذ من انا بعطيك لاني انا فوقيك فخرا بذات الدين تربت يديك هيك بكت الساعه لقيتهم حواليك بيطلعوا عليك بدهم اللي بديك خذ من انا بعطيك لاني انا فوقيك فخرا بذات الدين تربت يديك هيك بكت الساعه صحيت انا من نومي بسرعه الثانيه ضعيفه بس ولا واحد بقدر وقفها فتحت عيوني لقيت حالي عاري بهالدنيا يجوا لبسوني غطاء اسم هويه وكنيه لما كبرت قدرت افهم معنى عيلي هيني صرت اتمنى حضن امي بكل ليله لكن مضى الزمن بيني دي ضاع عشت حياه المفرح فيها كان بياع ختيار بالحاره كنت انبسط لما اوصل عنده اخذ مصاصه يفتحها وهو ايديه برجه احكي له شكرا واروح العب وانا مش عارف طفل بستكشف الدنيا كبيره منها خايف قدامي بسه هي مني خايفه وانا بتعرف بتيجي تهرب بضل الحقها بدي اعرف مع اني لما تقرب علي بصير عيط اخ هسه الظاهر عايش جوا ميت بهجة الساعه يديكم حواليك بيطلعوا عليك بدهم اللي بديك خذ من انا بعطيك لاني انا فوقيك فخر بذات الدين تربت يديك هيك بهجة الساعه يديكم حواليك بيطلعوا عليك بدهم اللي بديك خذ من انا بعطيك لاني انا فوقيك فخر بذات الدين تربت يديك هيك دقت الساعة بعد مرور عدة سنوات قدرت أفهم جهاز تناسل البنات والشباب على حد سواء صرت أطعم وأتفنن كيف بدي أرق بالكاف والسين وأعطن قدامي فايد هائل دين أنا وين طب ليش كيف مع مين هيني بدخن دخان بجيبي سيجارة بيدي حزين داخلي عوين أنا هالسمين دقت الساعة حش خليني نايم ما بدي أصحى هالزمان كله مظلم أنا ما بدي أخون الماضي بعقلي هون الكل عايش أحلام وأنا حلمي مدفون الكل بحب الضوء يعني المنورين الله منور علي منحني ميكروفون أنا نجمي مضاءة بهذا الفلك ملعون أنا ما بتبع أي شي بحكي المنجمون بهجة الساعة لقيتهم حواليك بيطلعوا عليك بدهم اللي بديك خذ من أنا بعطيك لأني أنا فوقيك فخر بذات الدين تربت يديك هيك بقت الساعة لقيتهم حواليك بيطلعوا عليك بدهم اللي بديك خذ من أنا بعطيك لأني أنا فوقيك فخر بذات الدين تربت يديك هيك دقت الساعة وصحيت لقيت فطوري جاهز امي بحياتي هي ملاك الحارس دخلت اغسل لقيت جزء من وجهي ناقص عيني صارت شاشة والناس هم البكسلز والله جد ايش مسلم هون في هذا البعد ماله حد جايب جيوشك حتى منظم تتهد انا هيني ساكت اذا بيطلع بيدك هد دقت الساعة أنا قرفت من القدامي إبرة مناعة تحملني لأي عالم ثاني كنت أفتخر إني من الأردن إنسان عماني ضفت عليها لام حسيت حالي علماني لو كنتوا تعرفوني حكيتوا عني بفهم مع إني مجرم مصمم أخذ ثاري بإيدي مدامي بن عشاير هذا الحاكي عادي جدا صحقا أنا هالسمين